السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دوسامو ديال. النهار ان شاء الله غنقدموا واحد الحلقة ديال يعني اسمو تقدر دير لو الارنبة ديالك يعني وصلت للمرحلة ديال الولادة وما نتفتش الشعر ديالها، اسمو غادي ندير. هاد القضية هي قليلة فين كترى في الحقيقة، ولكن كاين يعني بعض الارانب اللي كتكون غشيمه ولا كتكون اول مره غادي تولد، كتكون بحال اللي اما ما فاهماش، اما المهم حنا خصنا نردوا بالنا ونشوفوا الا في الوقيته اللي قريبه تولد فيها وما دارتش هاد القضيه هذه، غادي نشوفوا يا اما شي ارنبه اخرى تكون والده ونشدو شي شويه ديال الزغب ونخلطوه لها مع ونديروه لها ك يعني كبدايه، نحسوها باللي راه كاين خصها انها تنتف الزغب، راه ما يوقع لا مشكل لا والو الا جبتو من عند واحد اخر. ما كانش عندكم هذه القضيه تقدروا تستعنوا اما باللواط، لواط تجيبوه من شي خده ولا هذه، راه اللواط يكون بيض غير ما تحطوش وهو مجموع يعني حاولوا تفرزوه واحد شويه، او الصوفته هو كيخدم غير هو ما تكثروش منه لان الصوف كيطلق واحد شويه ديال الريحه، الله واضح احسن منه. اما الناس اللي كيخدموا النجاره فكنصحهم انهم يغربلوها لان كتخنقهم في نيوفهم، كيبقاو يصوتوا كيجيهم واحد الامراض ديال التنفس، حاولوا انه يغربلوها ويديروا ديك النجاره غير الفوقانيه. وهذاك اللواط الا بغيتوا تفرشوا لهم كيفاش غادي الطريقه باش يتفرش؟ بحال العش، انها الصغار يبقاو الوسط وديروا واحد بحال صفر، بحال او يعني شي حاجه مدوره وخاويه من الوسط، باش هي عاد كتشدو كتبقى تفرز وكتبقى تزيد عليه وكتزيد عليه. هذه هي الطريقه اللي هضرنا عليها. دابا نهضروا على درجه الحراره بالنسبه يعني شحال يعني واش هاد الطريقه هذه نخدموها في الصيف بحال المشتى؟ لا، الصيف حاولوا انه ما تكثرولهاش ديال بزاف ديال اللواط، خلوها هي تنتف، وكاع الا بغيتو تعطي واحد شويه غير باش هي تحسوها بلي راه خاصها تنتف شويه وصافي، ماشي تكثرولها. اما بالنسبه في البرد القارس نتوما راه غادي تحسوا راسكم ملي تشوفوا يعني الارنب، ملي تشوفوا راسكم الجلد ديالكم ملي كتخرجوا عندهم هما وكتشوفوا ان البرد قارس، ملي تشوفوا البرد قارس صافي عرفوا بلي راه خصكم تزيدوا اكثر واكثر من الصوف ولا النجاره ولا اللواط، هذاك البيض اللي كيكون ملس هو احسن حاجه هو اللواط، انا كنخدم باللواط. ملي تشوفوا في القضيه ديال الصيف لا ما تكثرولهاش، خليولها غير شويه ديال الاخر ديال اللواط، ولكن غير باش تحسوها كعمليه تحسيسيه، تقول لها نوضي باش تولدي، راه هكا هاد الشيء اللي خصو يكون، خصك تنتفي بحال هذيك عمليه اخبار كتخبروها. قضيه واحده اخرى يعني الانسان بكري كيفاش كان كيتعامل مع هذه القضيه، يعني غير هذه ك ك يعني فكره اسمو كان كيدير، كان كي 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 كيحفر لهم غير في الحفره، يعني كيجي الارنب لا الصيف لا المشتى كيدير لهم واحد الحفره وهما كيخليهم هذيك الحفره كيبقى يرمي لهم فيهم الماكله، سمو كيوقع هما كيبقاو يحفروا واحد الدخاشش، ملي هذيك الدخاشش كيمشيو لها كيبقاو هي كتنتف راسها، ومني كتسالي كتسد، سبحان الله كتسد هذيك يعني عندي واحد الناس كنعرفهم كيديروا هاد التصربيه ديال الحفره، هي كتبقى تسد على على على, على, على 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 الصغار ديالها، يعني هذيك الحفره كتفيدها في الصيف وكتفيدها في المشتى. اما بالنسبه للتطورات اللي وقعت الان، دابا الانسان ولا كيدير مثل هذا ليكاج هكا وكيخدم يعني كيدير كي كيراقب كل ارنب على حده، كيدير بلاصه الولاده بزاف ديال 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 الاخر الاشياء، ولا يدير الدواء ولا بزاف، انتم كما كتشوفوا معايا القضيات بحال اللي تطورات ولينا حنايا اللي كنمشيو كنقولوا لها ها اسمو ديري واسمو ديري، وتا القنين بكري بحال اللي كانوا كيديروا غير البلدي دابا ولاو كيديروا الرومي. اذا هذه هي الحلقه ديالنا هذا النهار،
الناس بكري كانت البركه، كان القناين البلديين كيكبروا بلا دواء، كيكبروا بلا ما نديروا لهم هذه القضيه، لاننا غنبقاو نشدوا اللاواط ونرميوه لهم ولا. ولكن هذا الرومي كيختلف في الحقيقه على البلدي شي شويه. حاولوا انكم تتبعوا الانثى قبل الولاده يعني باسابيع. راني سبقت في حلقات اخرين هضرت على النبته ديال الشيح، حتى هي راه مهمه ومهمه بزاف. ديروها حتى هي كتساعدهم باش يقدروا يديروها بحال هي طلق صناعي. وجدوا لها بيت الولاده، عطيوها شويه ديال اما لاواط اما جهزوه لها، ويكون الخير ان شاء الله. الحلقه ديالنا راه سالات. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا. قناه زوينه زوينه بزاف، لان الناس كيشكرونا الحمد لله والشكر لله. عواشركم مبروكه. تكيو على زر جيم كي باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.